أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في نظر الخاطب للمخطوبة بحيث ينظر إلى وجهها ويديها وساعديها وشعرها، فهل هذا جائز أم لا؟ الساعدين لا، ينظر إلى وجهها وكفيها فقط، لا ينظر إلى الذراعين. نعم. والشعر أحسن الله إليك؟ الشعر فيه خلاف، من يقول أنه يجوز له ينظر إليه لأنه معتبر، شعر المرأة معتبر. نعم.